السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع رؤية العين ورؤية القلب. رؤية العين هي الرؤية البصرية، وهو ما تراه العين من أشياء مادية كالناس والجبال والشجر والنجوم والكواكب، وهذه الرؤية تكون عن طريق العقل الواعي. منفعة العين إنها منفعة دنيوية مادية. أما رؤية القلب هو الرؤية بالبصيرة وليس برؤية العين. بالبصيرة يرى القلب الأشياء الغير مادية كالملائكة وأنفس من غادر حياة الدنيا وعوالم البرزخ والجنة والنار. الشخص الذي ينظر بعين القلب فهو يبصر ما لا تبصره العين. فإذا الإنسان ملك البصيرة، قلبه ينور وتكون لديه طاقة إيجابية ولديه الفراسة والحدس والحكمة، ويبصر المحبة والرحمة والإيمان. العين إذا عميت يصبح الإنسان لا يرى الأشياء المادية. عند الموت يصبح الإنسان يستعمل البصيرة بدل البصر، فيصبح بصر الإنسان حاد وقوي، يرى الملائكة وعوالم البرزخ. قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي ليس العمى هو عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة. فعمى البصر ليس بضار، وإنما الضار هو عمى البصيرة. فالقلب يصبح لا يبصر ويظلم، ولا يميز الحق من الباطل، فلا يدخله الإيمان.